لامين، عمار امين على الاشياء اليمنى، هذا رجع للكره من جديد الى خالد الهمامي، من همامي خالد والكره خطيره، اللمسه والاسيست في الكره الاخيره، اللمسه كانت من خالد الهمامي صغير، الصافره من اسامه بن اسحاق والعرضيه من غايد بالراس، التصويبه من ماهر بولابيار الكره الاخيره، ولكن تضرب الكره في الدفاع، الضغط يتواصل، يشتت كره دفاع الامل لكن تبقى من جديد الى مين، عدى مين، لمسه واسيست الى ماهر، ماهر بالعرضيه، الكره في القائمه الثانيه، ازدواجيه رائعه في الكره الاخيره من اللاعب رتب خالد الهمامي، متميز رائع، اللاعب ترجع للكره من جديد عن خالد الهمامي، الاسيست واللمسه والحكم من جديد ترجع للكره عند محمود ديالو، متميز حسين في الدفاع، لمسات قصيره العرضيه ولمسه في اتجاه ديالو، محمود الصافره وضربه جزاء يعلن عليها الحكم، تصويبه ستكون من غايد الصغير، صغير يستعد، غايد غايد يصوب الكره والكره تضرب على القائم في الكره الاخيره، اي 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 ديالو محمود والاسيست ديالو السنغالي الى ديمو، هذه كره هذه فيها شانس للاتحاد، التصويبه في الاولى صوب صوب ديمو، ولكن التغطيه والتصدي الاولى، التغطيه في الثانيه والتشتيت من دفاع العمل في الثالثه، تعود الكره ما زالت غايد الصغير يصوب الكره الاخيره، التصويبه فيها الخطوره من غايد الصغير، العزيز كناني من الكناني في اتجاه ميربو لابيار في الهجوم، وصلت الكره خطيره للاتحاد عند محمود ديالو، لمسه هي فيها الشانس، فيها الخطوره، فيها الضربه، التصويبه في الاولى، الثانيه صوب 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 ميربو لابيار، تميز من ايدي موكينج على الاشياء اليمنى، التغطيه وهجوم خطير جدا للامل في الكره الاخيره، التصويبه من جودس باور في الكره الاخيره، من هنا من ملعب نجيب الخطاب، هل يكون الانتصار الثاني على التوالي للاتحاد الطويل او يكون انتصار لامل حميم سوسه في انتظار دقائق مشوقه، بيار لمسه في وسط الميدان الى غايد الصغير، وصلت الى كابيتانو فرات، فرات السلطاني عدى وفات، فيها الخطوره، فيها الشوز والعرضيه، التصويبه ولكن صوب الكره الاخيره محمود ديالو، ولكن الى ايديمو كي ديمو، اللمسه وصلت من جديد في الهجوم، ارجع الكره، التصويبه صوب محمود ديالو، اللاعب السنغالي بالكره الاخيره، اللاعب خالد الهمامي، لمسات قصيره، اداء محترم جدا للاتحاد الطويل في هذا اللقاء، ولكن دون فاعليه، ترجع الكره الى ماهر، ماهر بولابيار الشوط، صوب 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 ماهر، ولكن التصدي من الحارس المتميز مكرم البديري، هاي الكره، هاي من الامل في الشوط الاول، ويواصل التالق مع بدايه الفتره الثانيه، تعود الكره من غيث الصغير، صغير غيث، هاي الشوط، هاي الخطوره، صوب صوب صوب، والكره الاخس للامل الرياضي بحمام السوسه، اللمسه والمرور، هاي الكره، هاي الخطوره، فيها الشوز، فيها الخطوره، فيها الضربه، التصويبه من جديد في كره مغايره، هذه كل الاطراف، تعود الكره في وسط الميدان، اتحاد طويل يواصل الضغط من اجل جول، صوب الكره الاخيره، صوب محمد امين او عبد الاخيره، التغطيه من خط وسط الامل الرياضي بحمام سوسه، ترجع الكره الى وادراكو، وادراكو صوب الكره، وادراكو الكره الاخيره يرمين وادراكو، ضربه ركنيه لاتحاد تطاوين او رميه التماس اعلن عليها الحكم، تنفذ الكره بسرعه في المره الاولى والثانيه، ولكن الكره الاخيره اهلا يدين الحارس عزيز السلامي، من السلامي الى ماهر بولابيار، الكره فيها الخطوره، اللمسه، التصويبه، والجول في انتظار ضربه المخالفه، غيث الصغير التنفيذ، الضربه الاولى بالراس، الثانيه سهله في دين الحارس مكرم البديري، لمسه قصيره الى علي القاسمي، الى ايديمو، من ايديمو كينج، الكره من جديد الى احمد الحاضري، عدى وفات، فيها الخطوره من احمد، ولكن الكره لقيقه من نهايه المباراه، تعود الكره على الاجيال اليسرى عند علي القاسمي، اللمسه والاسيست الى احمد الحاضري، فيها شانس، فيها خطوره، التصويبه في الاولى، ولكن دفاع لاعب سوس
ريان اللي دخل مكان كوامي أرمال في الدقيقة 72 كرة ريان صوب كرة ريان كرة كانت مخادعة وخطيرة تبقي على نهاية المرحلة الأولى والمرور إلى مرحلة التتويج التنفيذ ضربة المخالفة من قيد الصغير الكرة كانت في اتجاه أمين عمار كان منفرد بالحارس هذه بتطوين وبقى بعض اللاعبين في الدائرة وسط الميدان الكرة العرضية في المرة الأولى يصوب 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 والجول